في ناس هتلاقي ابن المسيح يطلب عليه، لكن احنا ماشيين في حياته بيحلوا اللي عايزين. في مشكله هنا، ازاي انت بتقول له املك عليا وماشي بمزاجي بعمل اللي انا عايزه؟ يبقى انا كده ايه؟ مراقب نفسي عشان اختبر بركه الله في حياتي، لازم اطيعه. ما كسرش وصايانا. في مسيحيين بيكسروا وصايانا، ايوه، وعشان كده ما بنختبرش ايه؟ ما بنختبرش هذه كلها تزلل، لان الموضوع مش كامل. ده انا بقيت ابنه، ده انا بحبه، ده انا بنت الكوفه دي، لكن في حاجات مش مسدده في حياتي. ليه؟ لان انا ما طمنتش لقيت الايه، ما بعملش بره، ما بمشيش حسب وصاياه، ما بعملش اللي بيقول لي عليه، ومستنيه اخد البركه منه. ازاي؟ هو مدينا معادله كده، معادله بسيطه خالص. خليني املك عليك وامشي حسب قانوني، قانون الكتاب المقدس، وانا اوريك الخير، هباركك، اديك اللي انت عايزه. بس احيانا كتير يا احبائي احنا بننسى الحته دي، ما بنعملش وصايات، بنستحضر، بنستحضر بكلام ربنا، بنروح الكنيسة وبنسمع الخدام ما بننفذش، نسمع من هنا ونطلع من هنا، ومستنيين بركة، مستنيين حتة تزلل. ما ينفعش. الله كلامه واضح، اطلبوا الملكوت وإيه؟ وبره. بره يعني إيه يا حبايبي؟ امشي حسب ده هتشوف خير. طيب يا حبايبي، بعض الايه؟ الوصايا، بعض الوصايا. هناخد بتاع ايه؟ ايات بسيطه جدا. اول حاجه في يوحنا 12:36، انجيل يوحنا 12:36، يسوع بنفسه الرب يسوع بيقول بفمه الكريم، بيقول للناس، يقول ايه كده؟ ما دام لكم النور فامنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. دي وصيه، قال لهم ايه؟ امنوا بيا، امنوا ان انا موجود، امنوا ان انا اقدر اسدد. ما دام لكم النور امنوا بالنور. مين النور؟ عن نفسه. النور اللي هو يسوع نفسه. الرب بيقول لكم امنوا بالنور. يعني ايه نور احبائي؟ هو جه لعالم الظلمه، العالم وضع في الشرير، عالم ده وضع في الشرير، الدنيا ظلمه، الناس بتخبط، مش عارفين الطريق للحياه الابديه. شوف الدنيا لما الكهرباء تضرب كده، الدنيا ما تشوفش قدامك. الناس في العالم، العالم ده في ضلمه، مش شايفين الطريق للسماء. يسوع هو النور اللي ورانا الطريق للسماء، الكشاف. فيسوع بيقول للناس امنوا بيه، امنوا بيسوع، امنوا بيه، عشان هو الطريق للسماء. هو اللي هيوريك تمشي ازاي، تروح فين، وتيجي منين. هو النور. طيب حاجة تانية، الثبات في الكلمة. تعالوا دي موجودة في 8:31، يوحنا 8:31. دي إحدى
يدفع الباعه يقول لهم ايه؟ اثبتوا في كلمتي، اعملوا بيها، مش بس عارفها وخلاص، طبقها على حياتك. اثبتوا في الكلمه. طب افرض، طب افرض انا في حاجات مش عارفها كتير، اعمل ايه؟ اقرا منها. طب افرض مش عارف اقرا، اسمعه. مش عارف افهم، اروح الكنيسه عشان في خادم من رجال الله هيفهمني كلمه الله. مفيش اعذار يا احبائي. لو انا مش عارف قوانين الله ووصايا الله، عندي حاجات كتير، كتب في الكنيسه، برنامج في التلفزيون، في الراديو، خدام الله المحيطين بينا هيعرفونا دور الله. يبقى احنا وصايا الله غير انه نامن بيه، الوصية الثانية ايه؟ نسكت فيه، نسكت في كلمته. يعني ايه نسكت؟ يعني نعمل بيها، نطبق بيها، نعيش بيها. طيب في حاجة ثانية يا احباب، السهر، السهر الروحي. متى 24، متى 24 وعدد 42. الرب كده بيقول ايه؟ اسهروا اذن لانكم لا تعلمون في اي ساعة يأتي ربكم. دي برضو من ايه؟ من تعليمات الرب يسوع. تعليمات الرب يسوع للأتباع ولينا للمؤمنين، قال لهم ايه؟ اسهر. اسهر يعني ايه؟ خليك واعي، خليك مصحصح، ما تنامش في الطريق. اعرف ان انت ابن الملكوت، ابن الله، عايش في الارض هنا فتره قليله، وبعد كده هنسيب الارض ونروح فين؟ للابديه. خليك واعي نفسك، ما تخليش الدنيا تاخدك، ما تخليش مشاكل الحياه تاخدك، ما تنعسش في الطريق، خليك فايق فوق لحياتك الابديه. فوق لنفسك كان في حرب روحيه، كان في شيطان بيحاربك، هدمه، دوس عليه، اعرف السلطان اللي ليك، اسهر، صلي. دي كانت احدى اعمال الملكوت، ده البر. اسهروا اذا لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم. والناس بتقول اتكلم على ايه؟ ان احنا في نهايه الساعه، في نهايه العالم، في علامات في الدنيا بتقول كده. طب نعمل ايه؟ ما دام في علامات، علامات على ايه؟ علامات الاختطاف خالصه. طب الاختطاف ده امتى؟ ما حدش يعرف، ربنا بس اللي يعرف. طب اعمل ايه انا؟ اسهر، اسهر على حياتي الروحيه. يعني ايه اسهر؟ اقرا الكتاب، اصلي، اروح الكنيسه، خلي الناس تصلي معايا، اصلي مع ناس ثانيه، افوق، اخلي امور روحيه مهمه. مش ساعات اروح الكنيسه وعشرة، لا، ده مش سهر ده. ساعات اصلي وساعات لا، ساعات اقرا الكتاب وساعات لا. ما ينفعش، ده مش سهر ده، ده اسمه عايز. واحد نعسان في الطريق، نام، نام في الخط. يسوع بيقول لنا ما تنامش في الخط، فوق، اسهر. في ابليس عايز ياخدك مهمه. طيب ايه تاني يا احبائي من اعمال الملكوت؟ متى 24 في نفس الاصحاح وعدد 46 بيقول كده كلمه الله: توبى لسالك العبد الذي اذا جاء سيده يغدو يفعل هكذا. بيتكلم على ايه هنا؟ الخدمه. ربنا عايزنا كلنا نخدم، مش القسيس والكاهن والاخ فلان والاخ فلان بس هما اللي يخدموا، شعبه كله مدعو للخدمه. كلنا مدعوين للخدمه. تخدمي في بيتك، وتخدمي جيرانك، وتخدمي في شغلك، تخدمي في مدرستك، بتصلي لنفسك ولبيتك ولاهلك ولجيرانك، دي خدمه. لما يسوع يجي ويلاقيكي بتعملي الدور اللي مكلفك بيه،
اي بنصر. دوري ايه؟ دوري خلي بالي من عيالي، خلي بالي من جوزي. جوزي ما بيروحش الكنيسه، اصلي له. عيالي بعيد عن ربنا، اصلي لهم. قال لي خدمتي، خدمتك تقف على المنبر وتوعظ، اعمل كده بامانه. ايه بتقول كده كلمة الله؟ لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. بتؤمن بالله الآب خالق الكون، آمن بابنه كمان، آمن بيسوع. وأنتوا عملتوا كده وقبلتوا يسوع. طيب عشان أنت آمنت بالله يقول لك ايه بقى؟ ما تخافش من حاجه. اوجع على رب الهام. ما تنساش ان هو موجود. هو اسمه ايه؟ اسمه عمانوئيل. اوعى تنسى دي. عمانوئيل يعني ايه؟ معاك جنبي. كل حته تروحيها، نايمه جنبي، صاحيه جنبي، شغل جنبي، مع العيال جنبي، رايح الكنيسه جنبي. الله بعد كده يا احبائي حاجه مهمه جدا. يسوع